السلام عليكم المتابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي راني مازال عاد خرجه من الجلسه، تندخل تخرج في الهضره. المهم احترام للمتابع الكريم، احترام للمتابعين ديال الاسره المغربيه، وتحياتي للمغاربه كاملين، وتحياتي للقضاء النازي، وتحياتي للحكومه ديالنا. الله ينصر سيدنا، بالحقيقه نعتز بقضائنا وبحكومتنا، اللهم لك الحمد على كل حال. والمحاكمه ديال السي محمد البكري شا كانت واحد المحاكمه اللي هي بالحقيقه واحد النقاش اللي كان ساخن. تحياتي لهيئه الدفاع ديال السي محمد البكري شا ولا الطرف الثاني، بالحقيقه كلهم تيخدموا كلهم على ملف واحد، انهم يبينوا الحقيقه ديال كل واحد متهم، الله يبين حق كل واحد. وشكرا للسيد رئيس المحكمه والناس والاعضاء اللي كانوا معاه، زعما في الحق شكرا لهم بزاف، شكرا لهم بزاف على العمل الجبار، وعلى زعما يعني هذا الوقت كله اللي استغرقته هذه الجلسه هذه. يعني كانت واحد المحاكمه عادله ونزيهه في حق السي محمد بوكريشا، زعما هذا افتخار لنا ولقضائنا ولمملكتنا المغربيه. كنفتخروا بهذا القضاء النزيه. لولا ما كان القضاء لكنا كلنا اخوتي المتتبعين داخل السجون، لان في الحقيقه عندنا واحد القضاء اللي كيستفسر المواضيع وعنده في الحقيقه خبره كبيره في هذه القضيه هذه. وشكرا لهم بزاف، يعني واخا نعيا ما نشكرهم، ما غاديش نوفي لهم يعني الشكر ديالهم في حق هذا السي محمد البكريشا، اللي كانت محاكمه عادله ونزيهه. وهذا هو اللي خلانا اننا نخرجوا ونكونوا مرتاحين. ولكن ما انا تنشوف اللي بقى فيا الحال هو ان الزوجه الماسونه اللي جايه حاطه بعض الشكايات على الزوج ديالها، وكتقول بانها مظلومه مسكينه، مطالبه بالحق المدني. انا تنقول هاد السيده هذه ما محل لها من الاعراف داخل هذا الملف هذا. وكما كيعرف الجميع ان القضيه ديال سي محمد بوكريشا ان الملف تاجل العشرة في شهر 7 ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش يكون ناطق بالحكم. نتمنى من الله ما تكونش شي حاجه جديده عاوتاني في هذه القضيه هذه. وكما قلت لكم اخوتي المتتبعين، سي محمد بوكريشا كان اليوم مبتسم، يعني رغم الظروف ديالو انه معتقل، ولكنما كان مبتسم وضحك. ويعني كما كنتوا كتعرفوا سي محمد بوكريشا سابقا، يعني الجلسه اليوم ماشي بحال الجلسه السابقه. كان في الحقيقه رغم الظروف ديالو، رغم راكم عارفين لا يدخل شي واحد الحبس، ولكن ما كان ضحك ونش. تحياتي ليه من هذا المنبر هذا. ويعني كان كيعطي واحد الانرجي يعني للعائله ديالو، الاسره ديالو، لبنياتو اللي كانوا مفقوسين عليه وتيبكيو عليه. شكرا لهم بزاف زعما صراحه على الوقفه ديالهم. شكرا للمتتبعين والناس المساندين الرسميين زعما لهذ الاسره المغربيه، واللي يعني الزوج المغربي اللي في الحقيقه 18 عام ديال الزواج يعني سالت بالمحاكم وبالشكايات الكيديه وبالاتهامات الخطيره اللي توجهت لهذا السيد هذا. ولكن ما هو ما بين يد القضاء وما بين يدين الله سبحانه وتعالى وما بين يد القانون اللي كيحمي جميع المغاربه. وتحياتي للقضاء النزيه. في الحقيقه الناس الطرف الثاني كان كيتسنى ان بوكريشا غادي تحكم شي عقوبه اللي هي كبيره وكبيره بزاف، ولكن ما تنقولوا دائما وابدا ما كنتحاكموش باللايفات ولا بالفيديوهات، ولكن ما كنتحاكموا بالملفات ديال الضابطه القضائيه. وتحياتي للضابطه القضائيه، وكنطلبوا منها الاستسماح، لاننا في الحقيقه هاد الشكايات هادو ديال اصحاب القنوات اللي خلات ان المحكمه توقف يعني في هاد السوايع الكبيره. يعني شو شحال ديال الوقت اللي استغرقات السيد رئيس المحكمه ولا الاعضاء اللي كانوا معاه، النواب ولا الوكلاء ولا هيئه الدفاع اللي كانوا واقفين مساكن. في الحقيقه للاسف الشديد الله يكون لهم في العون، الله يسمح لنا منهم، لان في الحقيقه صعيب وصعيب بزاف. حنا كنا غير جالسين كمتابعين، ولكن واخا هكاك كان الوقت يعني استغرق الوقت بزاف، والانسان على الاعصاب ديالو وتيدافع من قلبه، يعني عارفين وحاسين بان السيد بوكريشا بانه مسكين زلت لسانه فبركه ان ذاك الفيديو هي اللي وصلت هذا المشكل هذا. ولكن الماسونه اللي ولدت معاه اربعه ديال الدراري يعني ما وقفش حد هنا، يعني مازال كطالب، يعني مازال حاطه ملفات اخرين وشكايات اخرين، مثل الشكايه ديال سميتو ديال التجاره في البشر، وسميتو انها هي تعرضت لاضرار نفسيه من طرف هذا الملف هذا. رغم ان المحكمه كتقول بان السي محمد بوكريشا يعني متابع في القضاء، في ظرف القضاء والتشهير، لا علاقه له بشي طرف مدني اخر، يعني هذا ملف بوحديته. ولكن بغاو يخلطوا العرارم يعني باش تكون العقوبه كبيره السي محمد بوكريشا. ولكن اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هذا كيزيدنا افتخارا وكيزيدنا حب لبلدنا ولوطننا. علاش؟ ملي كتلقى هذا القضاء هذا انه كيقرا وكيتمعن وتيعاود وكيسول وكيستفسر، زعما تحياتي ليه. واخا كنشكرو حتى العام الجاي ما غاديش نوفيو له الشكر ديالو، وشكرا لهم بزاف، والهلا يخطيهم على يعني دراسه الموضوع بدقه وبامتياز، يعني في القضيه ديال الظرف القضائي ديال السي محمد بوكريشا والتشهير اللي يعني منسوب ليه في هذا الملف هذا. شكرا للناس
وهذا المنبر الاعلامي وهاد الاخوان هاد الاخوات وهاد الشباب كلهم اللي كانوا مأزرين ومساندين اسره مغربيه وما تيبغيوش الظلم، تنقولوا لا للظلم لا للحكره. وكما قلت لكم كاين شي حوايج اخرى غادي تعرفوها بلاتي من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي طرات في الملف. المهم غادي نوافيكم كل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. بخير وعلى خير. اليوم كان ناشط زعما صراحه، زعما ضاحك وناشط يعني متفائل بالخير. هذه هي الحاجة الوحيدة اللي عجبتني اليوم أنا في سموع البكريشة، أنه لا لا بس الحمد لله ضاحك وناشط، يعني المعنوية ديالو كانت طالعة ماشي بحال الجلسة اللي دازت قبل. في الحقيقة بالعكس هو عطانا الإنرجي أكثر من حنا اللي كنا يعني في الجلسة أننا مطلوقين ما معتقين ما والو، ولكن هو مسكين كان يعني مبتسم وتيضحك مع وليداته ومع الزوجة ديالو وتحياتي ليه. كما قلت لكم بغاو يدخلوا شي ملفات فيهم لبنى وفيهم بعض أصحاب القنوات تما بغاو يدخلوهم في الملف ديال سموع البكريشة، ولكن ما عنديش شي حاجة يعني اللي غادي نعطيها لكم من غير هذا الشيء. من بعد ما نتواصلوا مع المحامين نشوفوا شنو هما شكون اللي دخل دوك الشكايات في الملف ديال سموح بوكريشه. وتحياتي لكم، شكرا لكم بزاف وخليتكم على خير ولهلا اختكم. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.